وهاي كلش حارة، حتى أنا ما قاعد أقدر أنام، وحتى القاع كلش حارة، أنا ما أعرف شو راح أسوي. ويا جيجي هاي طفت الكهرباء، بس أنا شو أسوي؟ أنا معقول هيك أظل؟ ولا لا 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 مستحيل، أنا ما قاعد أقدر أتحمل هذا الحار، أحسن حل إنه أروح أسبح، بلقيكم مي بارد. يلا يا جيجي استعجل على السريع، لازم أبد ما تتأخر. هياتي يلا أوكي خل أفتح المي. شنو؟ معقول يكون المي مقطوع؟ وانا ايش راح اسوي؟ يعني لا اكو كهرباء ولا حتى اكو مي. هيا مي انت وينك؟ يلا تعال. واني كلش ضجيت، حتى كلش حارة، انا ما اعرف ايش راح اسوي، حتى اذا الصيف ما قاعد ينتهي، انا كلش ضجيت. بس ايش قاعد اشوف؟ معقول يكون اكو مسبح؟ واو هاي ما اعرف من سوى مسبح. يلا يا جيجي اركض على السريع. بس شنو هذا المسبح الحلو؟ حتى ايش قد اكو ناس قاعد يسبحون. واو هاي فرصتك يا جيجي ان تدخل هذا المسبح، اكيد هذا الماء بارد. يلا استعجل. يا تعال تعال، شنو؟ نعم انت انا لازم اريد تدخل هذا اسبح. المسبح. يلا اطلع على السريع. شوف اسمعني، انت لازم تدفع هنا 5 دايموند. انت من اجيت ما قرأت مكتوب هنا 5؟ انت ما قاعد تقرا؟ خمسة اي دايموند؟ طبعا. شنو 5 دايموند؟ شوف اسمعني، اذا عندك 5 دايموند انا راح اسمحك تدخل المسبح، بس اذا انت فقير وما عندك دايموند يلا روح انت هنا، يلا روح. شنو؟ هاي بقى اسمعني، شنو 5 دايموند؟ يعني سعر هذا المسبح 5 دايموند؟ يعني سعر المسبح؟ جاي اقول لك للشخص الواحد يدخل بهذا المكان يدفع 5 دايموند يلا يدخل، بس الكبار بالعمر دخولهم مجانا. شنو 5 دايموند؟ والله اذا اشتغل طول السنه حتى ما راح اربح 5 دايموند. هي اسمعيني ارجوك، انا كلش فقير، اسمحي لي ادخل واسبح ويا ذول الناس، ارجوك اسمحي لي. وانت ما قاعد تفتهمني، قاعد اقول الاشخاص العاديين يدفعون 5 دايموند والكبار العمر مجانا، اصلا انت حتى مو كبير بالعمر، ليش ما تروح تشتغل وتجيب 5 دايموند؟ يلا روح. شنو؟ والله كلش مزعجة، حتى ما تسمح لي ادخل للمسبح. بس واو ايش قد حلو هذا المسبح، حتى اني تمنيت ادخل هنا. بس معقول هيك يمنعوني لاني فقير؟ ولا لا مستحيل اني اسكت. يا جيجي انت لازم تفكر بخطة حتى تقدر تدخل لهذا المسبح. بس شو اسوي؟ اوكي خل اقعد هنا انا واراقب. يا جيجي انت شلون تدخل؟ شلون تدخل؟ انت لازم تفكر. وهذا الفقير كلش مزعج، اللي يدخل المسبح مارتي مجانا، بس انا مستحيل اسمح للفقراء ان يدخلوا مجانا، انا اسمح بس الكبار العمر. بس يلا صراحه ابقى انا وراقب، واذا تقرب مره ثانيه اكيد راح اطرده. يلا خلي اقعد. واني صار ليش قد قاعد اراقب، بس هاي الشريره دائما تتفقد المسبح، حتى مستحيل راح تسمح لي. بس وش اسوي يا جيجي؟ ساش قاعد اشوف، واو اكو اشجار كلش هوايه، واذا قدرت اصعد على هاي الاشجار راح اقدر اقفز بالمسبح. بدون ما افوت من هاي الباب اللي كذا شرير راح تمنعني. يلا يا جيجي اركض اركض، والله هاي الفكره عبقريه. هسه لازم ابتعد، بس مين راح اقدر اصعد؟ شلون راح اتسلق حتى الاشجار عاليه؟ بس اوكي راح اقدر اتسلق منها. يلا يا جيجي تسلق. بوم ثاني صعدت هنا، بعدين اوكي خلاص اصعد هنا. يا ثاني بديت اتقرب للمسبح، اوكي بعدين منين اصعد منها وبعدين هنا. يا مزين ما شافتني، والله الفكرة عبقرية. يلا يا جيجي اركض على السريع، يعني قفزت. يس انا تقربت كلش للمسبح، حتى يما راح تشوفني اكيد يما راح تتفقد كل الناس الموجودين هنا. يلا يا جيجي 1 2 3 يلا اركض على السريع. يس انا دخلت للمسبح، حتى هذا المسبح كلش حلو. شو الصوت؟ اني كشفتك يوم مزعج، ولا تخلص مني؟ لا 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 مستحيل يا جيجي انت لازم تهرب. بس شلون شافتني الشريره؟ شنو؟ يس انا جيت وراح انتقم منك يا فقير. يلا تعال تعال اركض اركض يا جيجي اركض، والله شغله صار كلش خطره. يس انا قدرت اخرج. يس انا قاعد اركض، بس هذا الفقر المزعج حتى قاعد يركض كل السريع، وحتى انا كلش تعبت. بس تو وين راح تروح؟ اكيد راح ترجع مره ثانيه، وين راح انتقم منك؟ بس انا مستحيل ابتعد، لازم ابقى اراقب المكان. يلا خل اراقب. يس انا وصلت للبيت، بس واني كلش ضايج، هاي دائما تكشفني حتى كلش مزعجه. انا ردت بس شوي اسبح بهذا المسبح حتى كلش عجبني.
سواني سمعت تقول لازم ادفع 5 دايموند والكبار بالعمر مجانا، بس وش قد حلو اني كبير بالعمر كان قدرت ادخل هذا المسبح بدون ما ادفع دايموند. بس ها جدتي فكرة ببالي. اي صحني تذكرت اني بابا قبل كان ضام هذا الصندوق قناع، واذا البس هذا القناع راح ابين انه اني كبير بالعمر. يبين كلش كبير. يلا اخي خل اخذ هذا القناع. واي هاي فرصتك يا جيجي حتى تسبح بدون ما تركض وراك. يا ساني لبست القناع. يلا يا جيجي هاي فرصتك، انت لازم ترجع من جديد للمسبح. بس ايش راح اسوي؟ لازم اسوي مثل ما يسوون كبار العمر حتى تشك بي انه اني مو جيجي. يلا اوكي بس لازم يما تشوفني. يلا خل اركض على السريع، ورا من اوصل يما ابدي امشي على كيف. بعد هسه منتبه. انا كلش كبير بالعمر وادخل هذا المسبح. مرحبا يا بنتي. اهلا عمو. انا عاجبني ادخل هذا المسبح وسمعت انه الكبار بالعمر مجانا. طبعا عمو صحيح، بس صوتك مو غريب علي، اتصور اني سمعته قبل. وبس خل اتذكر اني وين سمعته. لا اكيد انت ما سامعتيني، انت اكيد غلطانه. بنتي اقدر اسبح مو صحيح. طبعا عمو انت مبين عليك كلش تعبان، يلا تريد تفضل اسبح. اوكي هاي البنت ما عرفت بيه. هي ما تعرف انه اني جيجي حتى توقعت اني كبير بالعمر، وهسه جا الوقت انه اني اسبح واتونس. بس شو حسوي؟ لا انا عاجبني نصعد هذا القفاز. يلا يا جيجي استعد، انت لازم تصعد هنا. واو شنو هذا الارتفاع الاسطوري، واخيرا اني راح اقدر اقفز. يلا 1 2 3 يلا اقفز. ايش قاعد تشوفوني؟ هذا الرجال كبير صعد القفاز، بس انا اول مره اعرف انه كبار العمر يصعدون بهذا القفاز. خل اشوف. لا مستحيل، اني كشفتك يا جيجي، انت لابس قناع وراح اتخلص منك. يس انا قاعد اسبح. بس وين القناع مالتي؟ وين القناع حيوانه؟ ياتي لازم اخذه على السريع. تعال يا مزعج، انت خدعتني وكذبت علي. شنو؟ انت رجل كبير، اجى وقت الانتقام. تعال يا مزعج. لا مستحيل. يلا اركض يا جيجي، هاي المره الثانيه هاي دوما تكشفني. مستحيل هالمره تهرب مني. يلا تعال. لا مستحيل. ويلا خل اركض. يلا يا جيجي اركض. يمزين انا قدرت اختبئ هنا، بس هاي الشريرة ظلت تركض وراي. بس همزين هي ما كشفت مكاني. بس انا كلش ضايج، انا كلش ضجيت، بس حتى ما اعرف شو راح اسوي. يا جيجي ابني ايش بك انت اختبئت هنا؟ وليش انت شو مسوي انت؟ ها يا عمو وانت ما تعرف ايش قاعد يصير؟ انا كلش محتار، حتى عجبني اسبح بهذا المسبح، بس هاي البنت الغنية رانية منعتني اني ادخل، حتى تقول لازم تدفع 5 دايموند. يا ابني وانت ليش ما تعطيها 5 دايموند؟ شنو 5 دايموند؟ واصلا انا 100 دايموند عندي، انا حتى ما عندي 1 دايموند. اسمعني يا ابني، اذا انت ما عندك 1 دايموند واذا ما تقدر تدفع فلوس، ليش ما تسوي لك انت مسبح؟ شنو اسوي مسبح؟ بس عمو خاف هذا صعب المسبح، ثاني شيء ما عندي دايموند. شنو ابني؟ انت مو شرط تسوي مسبح من الدايموند، تقدر تسوي مسبح من الديرت، المهم انت تسبح بي، والمهم الماء نظيف. الماء نظيف؟ هاي صحيح، يعني اذا انا سويت مسبح اقدر اجيب ماء من البحر. طبعا ابني احسن ما تروح تدخل مسبح هاي الغنيه ودائما لازم تركض وراك. انت ما يصير شو تسوي؟ هاي صحيح، واو الفكرة شلون راحت من بالي، حتى اني كلش اشكرك عمو. واو هسه لازم اني ارجع للبيت واجيب كل الادوات مالتي، حتى راح اسوي لي مسبح من الديرت لاني ما عندي دايموند. يلا يا جيجي اركض. بس اذا اني سويت مسبح احتمال الفقراء راح يجون يمي وراح اخذ منهم بس 1 دايموند وراح يسبحون بي، حتى انا راح اربح دايموند. يلا خل ارجع السريع للبيت مالتي حتى اخذ كل الاغراض واقعد ابني. يلا خل اركض. يا
هسه صار الصبح، يلا اقعد يا جيجي. بس انا اليوم كلش فرحان، حتى اني متحمس لان راح ابني لي مسبح. بس شلون راح اسوي المسبح؟ لازم بالبداية اجمع بلوكات، بس واني حتى بلوكات ما عندي، لازم اجمع بلوكات هواية ديرت حتى اسوي لي مسبح الديرت. بس اوكي يلا هذا الشيء كله سهل، يا جيجي تبدا لازم تاخذ الشفل وتاخذ البوكت حتى تجمع بيه ماء. يلا خل اركض على السريع، بس وين راح اروح بالبدايه؟ بالبدايه لازم احضر واحفر المسبح حتى راح اسوي لي مسبح عملاق. يلا خل اركض، بس اتوقع هذا المكان كلش راح يفيدني حتى يكون المسبح هاي الغنيه، وهنا انا راح اكتب اني اخذ بس واحد دايما. شوف اسمع الجيجي، انا قاعد اشوفك وانت تقربت مره ثانيه تربك تحاول مره ثانيه تدخل المسبح مالتي. اذا فكرت تدخل هذا المسبح انا راح اتصل على الشرطه واخبرهم كل شيء. شنو؟ شوف اسمعيني، اصلا انا بعد ما راح ادخل المسبح مالتك، يعني راح ابني لي مسبح الي خاص. شنو انت تبني لك مسبح؟ شنو؟ هاي انت ليش قاعد تضحكين؟ والله انت كلش مزعجه. طبعا طبعا، اصلا انت دايما ما عندك، معقول راح تقدر تبني مسبح؟ شنو؟ والله اني كلش ضجت، حتى هالبنت زوجتني. يلا ابتعدي ابتعدي منه، اصلا انت مالك علاقه. يلا يا جيجي اشتغل، بس لازم تبدي تحفر. اوكي ايش راح اقدر احفر؟ اوكي 1 2 3 4 وهاي الخمسه. اوكي خل احفر هنا حتى راح يكون مسبح اسطوري. اوكي بس هاي منين؟ اوكي احفر هاي صحيح. يلا يا جيجي اشتغل على السريع، لازم تكسر هاي 2 وهاي 3 4 5 6 7 8 9 وهاي 10. بس هو هذا المسبح راح يصير صغير، لازم بعد اكسر. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 وهاي 9 وهاي 10. صار المسبح عملاق، اتوقع هذا كلش كافي. جيجي شوف اسمعني، دوبك تفكر نسوي مسبح هنا، اكيد هذا المسبح راح يفشل مو مثل مسبح الدايموند. شنو؟ هي شوف اسمعيني، اصلا هذا المسبح راح يكون للفقراء، يعني يعطوني بس واحد دايموند يلا اسمح لهم يدخلون. شنو؟ ولا مستحيل، انت ما تعرف ايش راح يصير بيك، انا كنت راح انتقم منك واخرب هذا المسبح. شنو؟ هي مستحيل اسمع لك، يلا ابتعدي منه، دير باش تقربي للمسبح مالتي. بس لازم اشتغل، اذا حاولتي تسوين شيء انا راح اجيب تي ان تي وفجر المسبح مالتك. انا راح اسكت لك، مستحيل راح اسكت لك. يلا خل اروح. اي حسن حسن، والله السيه خافت مني لان قلت لها فجر المسبح مالتك بالتي ان تي. يلا يا جيجي هسه ايش قد لازم تحفر؟ ولازم اكسر بعد. اوكي خل اكسر هنا حتى يصير حول الديرت. يلا كل زين، هاي 2 3 4 5 6 هاي 7 هاي 8 هاي 9 هاي 10. والله راح يكون مسبح كبير واسطوري. يلا لازم اشتغل على السريع واحفر. يلا خل اشتغل. هلاني صار ليش قد قاعد اشتغل، بس واخيرا حفرت هذا المكان. بس ايش قد صار كبير هذا المكان، والله راح يكون مسبح كلش حلو. يلا يا جيجي اشتغل على السريع، بس لازم تقعد تحفر ولازم. اوكي ايش اسوي؟ اوكي راح اسوي حول المسبح، راح اقعد احرث كل هذا المكان حتى يصير بعد احلى. يلا يا جيجي اوكي حتى يبين حواف المسبح. هسه اوكي هسه انا سويت كل هذا المكان، لازم افتر حفره كامله حول المسبح، وراح حتى اروح للنهر واجيب مي. اوكي هسه انا كسرت هذا كله، يلا خل احرث بعد هنا كل زين، هسه راح اقدر اكمل. بس مين راح اجيب مي؟ صح هنا اكو نهر قريب، وراح اجيب من عنده مي هوايه. يلا اوكي اوكي هسه كل زين. والله صار كلش حلو، بقى بس اجيب الماء. يلا يا جيجي اركض على السريع. بس والله الشريره بعدها موجوده، خاف تجي وتخبث على المسبح مالتي. اوكي لازم اروح جاي. هيا شوف اسمعيني، اذا انت قررتي تسوي شيء للمسبح مالتي ما تعرفي ايش راح اسوي بيج، انا راح اروح اجيب مي على السريع واجي. طبعا طبعا، يلا روح روح خلنا نخلص منك. والله مزعجه، بس معقول راح تسوي شيء للمسبح مالتي؟ لا لا مستحيل تخاف مني. يلا اركض يا جيجي على السريع، هي النهار. يلا اوكي لازم اجمع ماء هوايه. يلا جمع يا جيجي جمع، ايش قد صار عندي 3 4 اوكي راتي ماي كل شيء هوايه لهذا مسبحي عملاق. يا سون ايش قد اخذت ماي، لازم هسه ارجع المسبح. يلا خل ارجع. لا مستحيل، معقول هذا الجد الفقير راح يسوي مسبح ويصير مثلي؟ حتى يقول راح اخذ واحد دايموند.
الناس الأغنياء ويجون عنده يسبحون. لو مستحيل أسمح بهذا الشيء، بس أنا عندي خط كلش هواية وأنا عشرة حسوي. يلا خل أروح. يلا أركض يا جيجي، هسه أنت جبت المو راح تسوي المسبح. يلا أوكي، هسه وين وصلت؟ لازم إيش كده أخلي ماي؟ حالي رات لي ماي كلش هواية. بعد يلا أوكي لازم مين أبدي؟ بداي أبدي منا أخلي ماي هنا. يلا خل أنزل على السريع، بس لازم أخلي ماء بكل مكان حتى يكمل المسبح مالتي. يلا يا جيجي خلي بعد هنا ماء. أوكي وخلي بعد هنا. حيل ايش قد يراد لي مي، بس أنا متأكد هسه يكمل المسبح بيصير كلش حلو. واو ايش قد أنا خليت ماء، بس وحيل يراد لي بعد أكثر. يلا يا جيجي اشتغل، لازم أخلي بعد هنا. أوكي هنا أنا بعد أخلي ونام بعد. بس اوكي ايش قد أنا عندي حيل، عندي ماء كلش هواية، حتى قاعد أشوف المسبح بدأ ينترس ماء. يلا اوكي خلي بعد هنا، بس احتمال ما راح يكفي، بس يلا اوكي لازم أروح من جديد. يلا اوكي حتى ما قاعد أقدر أمشي. يلا يا جيجي خلي بعد هنا كل زين. بوم. يلا خلي أشتغل على السريع، يلا خلي أشتغل. يسا ايش قد اشتغلت، واخيرا قدرت اكمل وجبت ماء كلش هواية وكمل المسبح. يا فقير شوف اسمعني، اصلا كلش مقهورة عليك، انت قاعد تشتغل وتتعب وتسوي هذا المسبح، بس بالاخير ما حد ما راح يجي لهذا المسبح. يا هذا المسبح وسخ وكل الديرت. شنو هي لا تقولي على المسبح مالتي وسخ، اصلا هذا الماء انا جبته كلش نظيف. ثاني شي انت المسبحك وسخ، بس انا متاكد مسبحي كل الناس راح يعجبهم. اسمعني وقت تتوقع انه راح تاخذ كل الزبائن مني، مستحيل هذا الشيء. شنو شوف اسمعت ايش قد تاخذين، يلا خلي اشوف. تاخذ 5 دايمون، انا راح اخذ بس 1 دايمون. اسمعني دربك تكرر هذا الحكي مره ثانيه، يلا روح. هي شوف دير بولج، هي ابتعدي ابتعدي عني، والله درى انتقم منك. يس انا كملت، هسه يا جيجي جا وقت انه تختبر هذا المسبح. يلا اركض على السريع وقف الزبون. واو والله المسبح مالتي اسطوري، حتى كلش حلو، بس صار كلش كبير، يعني ايش قد ناس يقدرون يجون يسبحون هنا. حتى اني فرحان. بس يا جيجي هسه ايش راح تسوي؟ لازم ابني بعد شغلات اسطوريه حتى المسبح يصير حلو. بس ها اوكي راح اسوي قفاز، بس ما اسوي مثل هذا القفاز، هذا ما النوب، انا راح اسوي قفاز كلش عالي. اوكي لازم اجيب وين مالتي البلوكات، امسين عندي درج. بعد يلا اوكي يا جيجي هسه لازم تخلي وين؟ اوكي خلينا بلوكه وخلينا بلوكه، بس هذا القفاز راح اخليه يصير كلش حالي. يلا اوكي 2 3 4 5 6 6 بلوكات، ولا لا لا بعد 7 8 9 10. والله صار كلش بعيد، حتى قاعد اشوف المسبح صغير. بعد يلا اوكي خل اسوي بعد 11 12 13 14 15. بوم. والله قاعد اشوف كل المدينة، حتى هذا المسبح صار اسطوري. يلا خل اجرب اقفز، بس والله هذا صار يخوف. يلا يا جيجي 1 2 3 يلا اقفز. بوم. والله قفزة صارت اسطورية. يلا خل اصعد، هسه لازم اجي الوقت انه اشتغل واخلي درج هنا. يلا خل اشتغل. هسه صار الليل، بس واني كلش ضايج، لحد الان ما حد ما اجى للمسبح مالتي. معقوله ما حد ما راح يجي؟ واني كلش ضايج. ايش قاعد اشوف؟ هذا 1 دايموند، معقوله كل هذا المسبح 1 دايموند؟ جيجي هلو يا صديقتي. هلو جيجي. تعاي تعاي شوف اسمعي، انا قدرت اصنع هذا المسبح. شنو هذا المسبح الك؟ اي طبعا طبعا. مستحيل. شوف اسمعي جيجي، تعرف انه انا قاعد اشتغل بس يعطوني 1 دايموند، عادي هسه اسبح وبوش من اشتغل اعطيك 1 دايموند. شنو؟ اي طبعا طبعا. يلا تعالي اسبحي، شوفي مسبحي كلش اسطوري، حتى بهذا القفاز العالي وبهذا القفاز الناصي. حجب ورد هذا القفاز العالي، بس ولا هذا كلش حلو. شنو؟ والله احتمال تكون هاي نوبة وراح تغرق. اوكي خلو وقفنا وانتظرها. يلا 1 2 3 ابو. يلا تفزت. تعرفين تسبحين او لا؟ اي طبعا طبعا اعرف اسبح. يس انا جيت. زين زين، هاي طلعت تعرف تسبح. طبعا لا عشان بقولك انا دوما كنت اسبح،
بس كنت اسمح بالمحار بس اسمه كلش مرعبه ولي هذا قد ما اسبح. اي طبعا طبعا. يلا اسمعيني هسه جا وقت اللي لازم ارجع للبيت، بس باش لازم تجيني وتجيبي لي الواحد دايموند. اي طبعا طبعا. شوف اسمعني مو بس هاي، انا راح اخبر كل اصدقاء الفقراء ان يجون بهذا المسبح اللي مثل تعرف هالغنيه، هاي مسبحها بخمسة دايموند وكلش غالي واحنا كلش فقراء. اي صحيح صحيح انا اعرف. لعد يلا باكر تعالي وجيبي كل اصدقائنا الفقراء. يا باي باي جي باي 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 باي. واو انا كلش فرحان، معقوله راح يجون كل اصدقائي، حتى شكت راح يصير عندي دايموند فوم. هسه جا الوقت اني ارجع للبيت، يلا خلو اروح. يس انا قاعد اراقب جيجي وبس هو راح وابتعد عن المسبح مالته. يس اجى الوقت اللي انتقم منك يا جيجي الفقر المزعج، وراح اخليك تتندم لان سويت مسبح. يلا اوكي نشتري هذه الأسماك السامة، وهذه أسماك كلش قوية، راح أشمرها بهذا المسبح بدون ما أحد يشوفني. بس خلي أشوف، صحيح ما حكوا حد قريب علي. يلا روحوا يا أسماك، حتى باكر ما راح يجون الناس، أكيد راح يتخلصون من الناس كلهم. يلا يا أسماك، كل الزين واو. بس يلا سوني خلي أروح على السريع قبل لا أحد يكشفني. يلا خلي أركض. هسوني قعدت من الصبح وحضرت نفسي، وهسه لازم اروح للمسبح حتى اني كلش فرحان لان اكيد اليوم الناس راح يجون يسبحون عندي. يلا يا جيجي اركض على السريع، لازم ابد ما تتاخر، اكيد هسه الناس قاعد ينتظرون. واي ما كان احد جاني حتى اني كلش ضجت، ومثل هاي الغنيه دام اني جو هذول الناس يسبحون عدي. سوني شو اسوي اني؟ لازم اظل وانتظر. ايش قاعد اشوف؟ صحيح نفس ما خبروني واحد دايموند. شنو؟ هاي جتي وحده فقيره. مرحبا. اهلا اهلا تفضلي. انا اصدقائي خبروني انه انت مسبحك بواحد دايموند، ولهذا جبت هذا الواحد دايموند وراح ادخل اسبح. اي طبعا طبعا. يلا تفضلي روحي اسبحي. يلا خلي اشوفه. وحده ما تكون ما تعرف تسبح. بس ايش قاعد اشوف هنا؟ يا كسموك يا ميجت الاسموك. لا لا مستحيل، حتى راح يجون على هاي البنت. هيا بنت اخرجي على السريع. ساعدوني ساعدوني، هذا السمك عبطني ارجوك. لا 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 هيا ابتعدوا ابتعدوا، والله هذا ما اعرف فين جا هذا السمك، لازم انقذه على السريع. يلا خلنا ننقذه. يا مزين قدرت انقذ هاي البنت. هي اسمعوني يا ناس، صدقوني المسبح مالتي كلش نظيف، انا ما اعرف شلون هيجي صار. يا جيجي انت لازم تهتم بالمسبح مالتك وما يصير هيجي تسوي، هذا الشيء كلش خطر. بس انا عرفت، هيا ناس انتظروا انتظروا، انا عرفت من سوى هذا الشيء. منو؟ ارجو تساعديني وقولي من سوى هذا الشيء. اسمعني ابني، انا امبارح شفت هذا البنت الغنية رانية صاحبة مسبح الدايموند، شفتها جت هنا وشمت اسماك، بس ما توقعت ان هذه الاسماك خطرة. بس ابنا المتأكدة شفتها هي اللي سوت هذا الشيء وبعدها هربت. شنو؟ لا لا مستحيل، يا رانية شريرة هاي سوت هذا الشيء، حتى الناس بعد ما يدخلون للمسبح مالتي واني مستحيل اسكت عليها. بس هي ما موجودة هسه، أنا أعرف شو راح أسوي، أحسن حل أروح على مركز الشرطة وأخبر عليها. يلا خلنا أروح. يس جو الشرطة، وأخيرا ألقوا القبض على هاي الشريرة. هي اسمعني يا شرطي، أريد هاي الشريرة تدخل للسجن وبعد أبد ما تخرج. أرجوك أرجوك جيجي سامحني أرجوك، أنا ما قصدي أسوي هذا الشيء. شنو؟ هي اسمعيني، أنت خليتي هاي السمكة الخطرة بالمسبح مالتي، حتى رادت تقتل الناس، ولهذا مستحيل أسكت عليك، حتى المسبح مالتك راح ينسد، وأنت راح ياخذوك للسجن، وأخيرا أخلص منك. أرجوكم للسجن أرجوكم. لا لا انت كل الشريرة، وجا الوقت يلا يا شرطي وخذها للسجن على السريع. يفا واخيرا تخلصت منها. هي اسمعوني يا ناس، اني مسبح مالتي راح اشيل هاي الاسماك حتى تسبحون براحة. يلا تعالوا. ولنا حبايبي وصلنا نهاية الفيديو، اذا عجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة نتعلم فيديو جديد. مع السلامة.